لكن انا اعتقد خالد الالف يوم يعني حقيقه هي انا اعتبرها احد محطات الترويج لكاس العالم 2022، وليس يعني تعني الكثير هنا العدد التنازلي. العدد التنازلي فعلا بدا من 2010، من ديسمبر 2010 والعدد التنازلي بدات المخططات وبدا العمل على ارض الواقع، والان الدليل ان هناك ملعبين خالصين وثلاث ملاعب حتخلص في نهايه السنه، والطرق الشكل ما تكلمت في المقدمه، الطرق جاهزه، الفنادق جاهزه، الانفاق جاهزه، الجسور، الشعب القطري الان في خلال 10 سنوات ترسخ عنده ايضا ثقافه كره القدم، ترسخ عنده ايضا مفهوم كاس العالم وماذا يعني للدوله. احنا دوله الان بنصبح يعني يشار لنا بالبنان في الرياضه، لان اعتقد كاس العالم فقط 18 دوله هي اللي استضافته لا اكثر، فاحنا بنكون من ضمن احد 18 دوله تستضيف كاس العالم، فيعتبر شيء كبير لقطر، للشرق الاوسط، لاسيا، للعرب. انا اعتقد حقيقه يعني احنا ممكن انا يعني سمعت الاخوان وانا غريب منهم ايضا، ان لو تتقلص المده من 1000 يوم الى 500 يوم او حتى 400 يوم احنا ممكن نكون جاهزين لكاس العالم. الألف يوم فقط هي تقيد بالتاريخ المطلوب منه.